that if big players want to come, they will be very welcome. You know what's the most important thing to me? That you are the best scorer, and I said it to you the first time. I'm very happy. As I told you before, hard work, dedication. I have to say thank you to all my teammates. Without them, this is not will be possible. The fans, because they follow everywhere, and I want to continue. شاهد تصريحات كريستيانو رونالدو بعد خناقة ساديو ماني معه والرحيل رسمياً. عاجل بالفيديو، تركي الشيخ يعلن طرد كريستيانو رونالدو رسمياً من النصر. السلام عليكم. لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. شاهد تصريح كريستيانو رونالدو بعد خناقة ساديو ماني معه والرحيل رسميا. تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على منافسة التاريخي ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي في رقم تهديفي، وكان رونالدو أحرز هدفا أمس السبت في فوز النصر على الفتح بنتيجة 2-1 ضمن منافسة الجولة 20 من دوري روتن. وفقا لشبكة ميسي فيز رونالدو، وصل رونالدو الهدف رقم 714 في مسيرته مع الفرق والمنتخب إذا استبعدنا الأهداف التي أحرزها من ركلات جزاء، وبذلك يكون رونالدو قد فدى شراكته مع منافسه التاريخي ميسي الذي لديه 713 هدفا من اللاعب المفتوح، وأصبح صاروخ مديرة أكثر لاعب سجل أهدافا في التاريخ من اللاعب المفتوح. وتعد ميسي فيز رونالدو شبكة متخصصة في رصد كل أرقام وإحصائيات رونالدو وميسي فقط منذ بداية مسيرتهما وحتى الآن. عاجل جدا بالفيديو، تركي الشيخ يعلن طرد كريستيانو رونالدو رسميا من النصر. أكد جافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن رحيل ثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن إسبانيا لم يؤثر بشكل سلبي، متحدثا أيضا عن الصفقة المنتظرة بقدوم كيليان مبابي إلى ريال مدريد لصالح صحيفة أس. وقال تيباس: رحيل ميسي ورونالدو لم يتسبب لنا بأي ضرر في الدوري الإسباني، لكن معهما كان من الممكن أن نتحسن بشكل أسرع. وأضاف الدوري الفرنسي بوجود ميسي ونيمار ومبابي لم ينمو، ولا الإيطالي بوجود رونالدو، لكننا فعلنا بالرغم من فقدان ليونيل وكريستيانو. وأكمل عن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد: نحن نستمر في النمو بوجود أمثال روبرت ليفاندوفسكي وأنطوان جيرزمان وجود بلينغهام، لكن لو جاء مبابي سننمو بشكل أسرع. جدير بالذكر أن غالبية التقارير الصحفية المنتشرة تؤكد أن مبابي يملك اتفاقا مع ريال مدريد على الانضمام لهم بشكل مجاني في الصيف القادم. شاهد تصريحات كريم بنزيما عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الاتحاد. وجاء النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الإسباني ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع إكس. ونشر بنزيما تغريدة قال فيها: كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثنى النساء ولا الأطفال. وكان العديد من نجوم الكرة العالمية قد وجهوا رسائل دعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء. كانت المقاومة الفلسطينية قد تمكنت في 7 أكتوبر من إلحاق ضرر غير مسبوق بجيش الكيان الصهيوني قبل أن يلجأ الأخير إلى أساليبه المعروفة بقصف المدنيين. ومن نجوم الكرة المصرية الذين دعموا فلسطين: محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، محمود كهربا لاعب الأهلي، محمود شيكابالا وأحمد زيزو ثنائي الزمالك، محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي. أول تصريح من نغولو كانتي بعد مباراة الاتحاد اليوم. أشاد الفرنسي نغولو كانتي من خلال تصريحات صحيفة لاعب وسط الاتحاد بمستوى الدوري السعودي وصفا إياه بأنه في طريقه إلى القمة، وقال كانتي في تصريحات صحفية إنه تفاجأ بمستوى الدوري السعودي منذ انضمامه لصفوف الاتحاد الصيف الماضي، مضيفا إنه دوري قوي وشديد المنافسة. وأشاد كانتي باستثمارات السعودية في كرة القدم قائلا: إنها خطوة مهمة في تطوير الدوري السعودي وجعله أكثر جاذبية للاعبين والجماهير. وتابع أيضا: أعتقد أن أفضل 5 مباريات في الدوري السعودي حاليا بنفس مستوى مباريات الدوري الفرنسي. وختم كانتي تصريحاته قائلا: أنا فخورة بأن أكون جزءا من هذا التطور الكبير، وأتمنى أن يستمر الدوري السعودي في الازدهار.
تولي المنصب في النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة. طبقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن تم اختيار مدير رياضي برتغالي بدعم من مواطني لويس كاسترو. مدرب الفريق الأول لكرة القدم والأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الأصفر. وأكمل التقرير السعودي طبقا للمصادر ذاتها، ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي من قبل النادي العاصمي في الأيام المقبلة. واختتم: سيتم منح المدير الرياضي الجديد جميع صلاحيات التعاقد واختيار اللاعبين الصيف المقبل بالتشاور مع مدرب الفريق. وقتها يذكر أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق النصر السعودي لتخطي نظيرها الفيحاء بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأميرة فيصل بن فهد ضمن منافسة ذهاب دور 16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024. كم عدد المباريات التي لعبها كريستيانو رونالدو في مسيرته؟ حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال رقما مبهرا بعد هدفه في مباراة الفيحاء والنصر بثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز 1-0 على مضيفه الفيحاء بعدما تمكن القائد البرتغالي من هز شباكه أخيرا ليتفوق فريقه في مواجهة سعودية خالصة. وسجل رونالدو للمرة الأولى في مرمى الفيحاء بعدما فشل في هز شباكه في مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين، وتقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الأربعاء المقبل. وبعد هدفه في مرمى الفيحاء يصبح رونالدو مسجلا هدفا على الأقل في كل عام ميلادي منذ 2002 حتى 2024، ما يعني استمراره في التسجيل لمدة 22 عاما متواليا. وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهداف العالم بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند. وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهداف العالم بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند وهاري كين وكيليان مبابي. حقق النصر فوزا بفضل هدف كريستيانو رونالدو على الفيحاء بنتيجة 1-0 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا. وتعد تلك المواجهة 15 السعودية الخاصة في دوري أبطال آسيا من بينها 3 سابقة للنصر، فاز في 2 وخسر 1. وسجل رونالدو أول أهدافه في 2024 ليواصل التسجيل للعام 22 ميلاديا على المستوى الاحترافي. التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق رأسية لابورت بعد ركلة حرة نفذها بروزوفيتش مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 33 مرت رأسية أوتافيو بجوار القائم الأيمن. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سيرحل ساديو ماني من النصر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.